كل الاستثمارات اللي انجزت في هذه مده سنتين او ثلاث سنوات رانا نشوف المنتوج نتاعها اليوم ونشوف لا كاليتي ونشوف يعني النوعيه تاع المنتوج اللي ولا الان نقوم بتصديره ويناهز يعني اون تيرم دو كاليتي المنتوج في الاسواق العالميه. مش من السهل انك تمشي تصدر يعني في ظل لا كونكورونس اللي موجوده على المستوى العالمي. الحمد لله فيه شركات خواص، فيه شركات وطنيه الان تقوم بمنتوج ذو مستوى عالي اللي تحصل على نسبه معينه مهما ضئيله ولا مهما قليله، لكن هذه البدايه يعني نبدا بهذه الكميات ولكن نطمح الى الاكثر. لكن تحدثت مع واحد من الخواص قلت له انه لازم العام الجاي نتكلم نسب اكبر من هذه في عمليه التصدير. شاكر لكم لوجودكم معنا، رفقتونا في هذا المعرض وبارك الله فيكم. تفضلوا اللي عنده اسئله. اهلا معالي الوزير، معالي يخص سكنات الثلاثه يعني المواطنين الحاليين راهم كل ينتظر يعني الفتح يعني تاع الانجستخمون ستينات كامل يعني من وصلت هذه القضيه؟ والله احنا رانا في معرض تاع الباتيمات، نتمنى انه يكون الاسئله تاع الاخوه الصحفيين متعلقه اكثر واش يعني بالجهود اللي قاموا بها هذه المؤسسات واللي خلاو نشوف هذا المنتوج. نتمنى انه الاخوه الصحفيين يتفاهموا هذا الامر. راح تكون في وقتها المناسب كلام على القضيه الطوال. يعني بصفه عامه احنا الان نقدر نقول انه رانا حاضرين وحضرنا نفوسنا بطريقه جيده، استنتجنا العبر، استنتجنا الضعف، نقاط الضعف نتاعنا فيما قمنا فيه في العدد الاثنين. الأوعية العقارية اللي كانت تشكل هاجس في نصمو يعني راح هو برنامج ضخم كل المواطنين ينتظروا فيه. موش غير هذا البرنامج، كاين برامج كثيرة. نذكر وأنا في كل مناسبة نقوم بالتذكير لأنه الأرقام مهمة. في قانون المالية لسنة 2024 460 ألف سكن مبرمج بلا السكنة عدد ثلاثة اللي راح ننطلق فيها. يعني سنة 24 هي سنة اللي راح ننطلق فيها برقم كبير من السكنات في قانون المالية، تقريبا 313 مليار دينار جزائري مسخرة لقطاع للسكن فقط، يعني السكن بمختلف البرامج. 313 مليار رقم لا بأس به اللي راهو موفر في قانون المالية لسنة 24 لإنجاز السكنات بمختلف السنين. وين كنا في مرحلة معينة ولا في سنوات ماضية نتكلم على 7 ملايين، يعني شوف الجهد تاع المجهود تاع الدولة اللي هي من أساسياتها المحافظة على الطابع الاجتماعي. والسيد رئيس الجمهورية كان في عدة مناسبات يقول أن السكن راح يبقى اجتماعي، واجتماعية السكن كقرار سياسي نشوفه في قانون المالية بالقيم المالية المسخرة لهذه السكنات. 313 مليار دينار جزائري، يعني نقول 313 بلا ما نتكلم على قضية دو اللي تعتبر صيغة اجتماعية يعني بطريقة أخرى. يعني كي نتحدث على قضية دو راح نقول باللي تقريبا احنا واجدين، راح نقوم كاين تجارب راح نقوم بها pour faire des essais de chargement على la plateforme باش نشوف لو كومبورتمون تاعها. حنا في غضب الانتهاء من هذه التجارب. الشق التشريعي حنا قمنا بالامس باجتماع باش نحدد ما هي لي تكست دابليكاسيون اللي راح نغير منها باش نوجد روحنا من ناحيه يعني لي تكست يعني التنظيم التشريعي. وان شاء الله راح نكون في الموعد ان شاء الله نكون عند حسن ظن لكل المواطنين وتكون عمليه الاكتتاب بطريقه سهله. شكرا. معرض رقباته 26، كيف تقيمون استعدادات المؤسسات الجزائريه العموميه والخاصه منها
لمواكبة مختلف المشاريع السكنية المبرمجة خلال السنتين المقبلتين، خاصة وأن هناك تحدي بالموازات وهو التصدير أو كذلك تشجيع التصدير نحو الخارج. شكرا سيد الوزير. شكرا، بارك الله فيك. Le dicton dit quand le bâtiment va, tout va. يعني كل هذه البرامج اللي راح ننطلق فيها ولا اللي انطلقنا فيها تعتبر كقاطعه pour tous les secteurs، حتى الصناعه فيما يخص الصناعه تاع المواد، البناء اللي داخله في انجاز هذه السكنات من حيث اليد العامله. فيما يخص المؤسسات، احنا في قطاع السكن نحوز على 19,000 مؤسسه انجاز على مستوى التراب الوطني، يعني دو كاتيجوري ا حتى الكاتيجوري 9، 19,000 مؤسسه، تقريبا 975 مكتب دراسات اللي راهي متواجده الان على المستوى الوطني، تقريبا مكاتب الدراسات في الهندسه المدنيه اللي متحصلين على الاعتمادات تقريبا 5500 مكتب دراسات. يعني كل هاد لا ماتيير بريمير، كل هاد العوامل راح تسمح لنا باش ننطلق في البرنامج بطريقه جيده. احنا شفنا اليوم في الباتيماتيك المنتوجات اللي متعلقه بمواد البناء، كل هذه المنتوجات احنا الان الحمد لله المؤسسات الانجاز اللي متواجده، مؤسسات الانجاز ولا مؤسسات انجاز المواد الصناعيه، المواد البناء نظن كافيه باش تواجه هذا البرنامج، وراح تخلي ديناميكيه صناعيه على المستوى الوطني تمشي بطريقه جيده. ما ننساش انه لو بي بي فيما يخص لو بي تي بي اش في السنوات الاخيره ارتفع، يعني ارتفع بحكم كل هذه العوامل. يعني لو بروغرام امبورطون دو لوجمون اللي رانا نقوم بانجازه حاليا، تقريبا من سنه 2020 لسنه 2023 1,250,000 وحده سكنيه انجزت، وقيد الانجاز تقريبا 350,000 وحده سكنيه اللي هي قيد الانجاز. كل هذه المشاريع تخلي ديناميكيه في قطاع صناعه المواد البناء، وتخلي كل هذه المؤسسات الانجاز ولا كل هذه المكاتب الدراسات تمشي معنا باش نقوم بانجاز هذه المشاريع بطريقه جيده، بنوعيه جيده، بطريقه جيده. شكرا. في الوزير غرنا معك في الباتيمات وشفنا اللي كاين في الباتيمات او الماتيريو كونستركسيون محلي اصلا. دونك السؤال راه يتعلق باتيمات وتهديك البيكا بروجي اللي عندنا اللي رئيس الجمهوريه وهو راضي يطروا، اسكو لي بري تاع راضي يطروا راح يكونوا شويه ناقصين، مش نقولوا كيما اللي كانوا ولكن شويه ناقصين مادام المواد راهي محليه في الصنع. كذلك فيما يخص العقار، كما كان عقار سيد الوزير، الولايات الكبرى هي اللي كانت تعاني من العقار، خاصة ولاية العاصمة، هو سيد الوالي أمامكم، هل من تسهيلات من ولاية الجزائر فيما يخص العقار لمشاريع عقار؟ شكرا. بارك الله فيك على السؤال، لكن خليني نقول لك هذو ثلاث أسئلة في سؤال. كنا نمشي بالمبدأ أنه كل صحفي يطرح سؤال راك ديت حق صحفي نجاوبك على سؤال. احنا زرنا اليوم الباتيماتير وشفنا مؤسسات اللي راح تمشي معنا وترافقنا فيما يخص مواد البناء الانجازي. النوعيه تغيرت، شفنا شباب وين قام بانجاز المشروع تاعو هذه سنتين، واليوم دخل في الانجاز يعني في لا برودكسيون وفي التسويق، وكي نتكلم معاه يقول لي راني نصدع. يعني شباب متخرجي الجامعات الجزائريه، هذا هو الشيء اللي حاب نشجعه، هذا هو الشيء اللي حاب يكون قدوه انه نتبعوه، انه شباب تكون عنده فكره، يكون عنده انونجاجمون، يكون عنده تحدي ويديروا في بلاده. احنا كنا كما تحدثت في زمن سابق نتكلم على بناء السكن الجزائري 100%. بعض الاطراف كانت تقول لك غير مستحيل، يعني حتى العزيمه يحب يكسرها فيك، انه يعجزك، يخلق فيك العقده انك ما تقدرش. وش شفنا ضرب
انا نقول بلي ما يقدروش يكسروا عزيمه الشاب الجزائري يحب بلاده وطموح انه ينجح في بلاده. والامثله شفناها اليوم في الباتيماتيك، وصلنا لانجاز سكن 100% جزائري. نقولها بكل افتخار، لانه هذا الشيء اللي وصلنا ليه كانت إرادة السيد رئيس الجمهورية لما كان وزير السكن، تحققت في سنة 2024 مؤسسات جزائرية بمواد بناء جزائرية. ما كانش من المحال أنك تطرح سؤال وما تتكلمش على قضية الثروة. فيما يخص قضية الثروة الأوعية العقارية، أنا كنت قلت أنه التجارب اللي عشناها في السنوات الماضية في الأديال دو خلات الأديال دو تكون فيه صعوبة ننطلق فيه، لأنه العقار عامل مهم. العام هذا قمنا باستباق الأحداث، وشاكر لكل الولايات على مستوى الجمهورية أنه مشاو معنا ووفرنا الأوعية العقارية باش ننطلق كمرحلة أولى على الأقل في سكنات عدل ثلاثة. ومن أن نقدر نقول أنه العقار كمرحلة أولى في قضية الثروة ما أصبحش عائق موجود. إحنا كاين حتى مواقع بدينا فيهم دراسات يعني التراب.